قلنا هنا اهو ان البارة هيب وكمبل سلكس اهي، تحتها الحتة البارزة دي البارة هيب وكمبل جيرس. الجزء اللي طالع من قدام ده اسمه ايه؟ اسمه انكس. تمام، الجزء ده مهم، اسمه انكس. خلاص انكس. طيب هننزل بعد كده تحت البارا هيبو كامبال سالكس، هنلاقي حاجة هنا اهو اسمها كولاترال سالكس، اهي دي كولاترال سالكس. تمام، تحت الكولاترال سالكس هنلاقي حاجة اسمها فيوزي فورم جايروس، حتة عالية اهي. يبقى ادي الكولاترال سالكس وادي الفيوزي فورم جايروس. هننزل تحت تاني هنلاقي الانفيريور تمبورال سالكس، فاكرين اللي قلناها من قدام؟ مش احنا من قدام قلنا فيه سوبيريور وميدل وانفيريور تمبورال سالكس اهم، وقلنا بعد كده سوبيريور وميدل وانفيريور تمبورال جايروس اهي، مكمله لجوه. يبقى دي الانفيريور تمبورال سالكس وده الانفيريور تمبورال جايروس. تمام، وادي دي الفيوزي فورم جايروس. نطلع لفوق تاني كولاترال سالكس، نطلع لفوق تاني بارا هيبوكامبال جايروس بتكمل بالانكس، وايها تاني بارا هيبوكامبال سالكس. تمام، اخر سالكس معانا بتبقى بالمنظر ده، شكل مثلث بين الكيونياس والايه واللينجوال جايروس، بنسميها ايه؟ بنسميها كالكاراين سالكس. والكالكاراين سالكس دي بتيجي تتحد مع البرايتو اوكسيبيتال سالكس هنا، يبقى كالكاراين سالكس وبتيجي تتحد هنا مع البرايتو اوكسيبيتال سالكس. تمام، يبقى الميديال سيرفيس ميديال فرونتال جايروس بارا سنترال ليفيول بريكيونياس كيونياس لينجوال جايروس سينجيوليت سالكس سينجيوليت جايروس كالوزال سالكس هيبوكامبال سالكس بالهيبوكامبال جايروس تحتها. بعد كده هننزل على الكولاترال، بعد كده الفيوزيفور انفيريور تمبورال سالكس انفيريور تمبورال جايروس كالكاراين بارايتو اوكسيبيتال سالكس. تمام، هنبص بعد كده على الانفيريور سيرفيس من قدام، هنلاقي ايه اللي باين معانا؟ بس باين معانا هنا دي الفرونتال سالكس، وباين الاولفاكتوري سالكس، طريق الاولفاكتوري سالكس، واللي طالعه دي اسمها جايروس ريكتس. يبقى اولفاكتوري سالكس واللي طالعه دي جايروس ريكتس اهي. بعد كده ده الاتش شيب بتاع الاوربيتال سالكس، بس هو مش باين يعني ما نقدرش نحكم عليه قوي، بس احنا خلينا بس في الاولفاكتوري سالكس، وادي دي الجايروس ريكتس. تمام، ده بالنسبة لعينة البرين هيمسفير. ندخل بعد كده على عينة البرين ستيم والسيريبيلم، هنلاقي معانا ايه؟ هنلاقي معانا ميد برين وبونز وميدلا اوبلونجاتا والسيريبيلم، ده مكونات الميد برين مكونات البرين ستيم، ميد برين بونز ميدلا اوبلونجاتا، وادي ده كده السيريبيلم. طيب الميد برين هنلاقي فيه ايه؟ هنلاقي فيه على التو سايد هنا دول التو سيريبرال بيدانكل. تمام، التو سيريبرال بيدانكل بينهم حاجه اسمها انتر بيدانكولار فوسه، انتر بيدانكولار فوسه. طيب لو بصينا على الميد برين من ورا هنلاقي فيه الفور كوليكيولاي، اتنين سوبيريور واتنين انفيريور كوليكيولاي. بعد كده في من فوق هنا حاجه اسمها سيريبرال اكويدكت، اللي هي الكنان اللي معديه جوه الميدبرين، سيريبرال اكوي دكت. ده بالنسبه للميدبرين. ندخل بعد كده على البونز، فيه في النص جروف اسمه البازيلر جروف، بيعدي فيه البازيلر ارتري، وعلى التو سايد باينه معانا الترانسفيرس بونتاين فايبر، خطوط كده بالعرض ترانسفيرس بونتاين فايبر، ويطلع منها من على جنب هنا ده ايه اللي هيجي يمسك في السيريبيلم، بنقول عليه الميدل سيريبيلر بيدانكل، ميدل سيريبيلر لانه بيمسك في السيريبيلم، ميدل سيريبيلر بيدانكل. تمام، ندخل بعد كده على الميدلا اوبلونجاتا،
المظلة اوبلونجاتا هنلاقي فيها ايه من قدام هنا؟ anterior median longitudinal fissure. على التو سايد منه هنلاقي ايه؟ هنلاقي التو بيراميدز اهم، التو بيراميدز. نطلع لبره تاني هنلاقي باينه قوي الناحيه دي اهي الاوليف، يبقى ادي البيراميد وادي الاوليف. في واحده زيها المفروض الناحيه الثانيه اهي، ادي الاوليف الناحيه الثانيه. تمام، نطلع لاترال عن الاوليف هنلاقي مين؟ هنلاقي الانفيريور سيريبيلر بيدانكل، انفيريور سيريبيلر بيدانكل. يبقى بالترتيب كده بيراميد اوليف انفيريور سيريبيلر بيدانكل، ده من قدام. لو جينا بصينا من ورا كده هنلاقي فيه في النص برضو ادي المظلة اوبلونجاتا من ورا وهي من قدام، نفس القصة البيراميد والاوليف والانفيريور سيريبيلر بيدانكل. نقلب من ورا هنلاقي في النص كده خط اسمه ايه؟ البوستيريور ميديان سالكس، بوستيريور ميديان سالكس. بعده على طول هنلاقي حاجة اسمها جراسيل، جراسيل. تمام، نطلع لبره تاني هنلاقي حاجة اسمها كونيت، يبقى ادي ده الجراسيل اهو. تمام، طلعنا لبره تاني هنلاقي الكونيت، يبقى posterior median sulcus gracile cone. طيب دي ايه بقى؟ دي مهمة جدا بتنزل كتير في الامتحانات، دي الرامبويد فصة، ده اللي هي الفلور بتاعت الفورس فنتريكل، الرامبويد فصة. تمام، بتبقى في ظهر المظلة اوبلونجاتا والبونز مع بعض اهو. خلاص تمام، دي عينة تاني للبرين ستيم باين فيها الميد برين والبونز والمظلة اوبلونجاتا. خلاص، نيجي بعد كده نتكلم على السيريبيلوم، باين معانا ايه في السيريبيلوم؟ ادي الانتيريور لوب، ادي البرين ستيم ماسك في السيريبيلوم من ورا، ادي الانتيريور لوب، ادي الميدل لوب، واللي تحت ده البوستيريور لوب، انتيريور ميدل بوستيريور. يعني هما مش باينين قوي في العينه، احنا اللي بيهمنا الفيجر اللي معدي في النص ده، بنقول عليه ايه الفيجر ده؟ بنسميه الترانسفيرس فيجر. هي المفروض فيها اتنين فيجر، فيها البرايمري فيجر هنا او الانتيريور فيجر بيبقى موجود في المنطقة دي اهو. تمام، بعد كده ده الترانسفيرس فيجر هو اللي باين معانا اهو. طيب اللي من فوق ده ايه؟ في النص، من فوق في النص في السيريبيلم، اسمه السوبيريور فيرمس، سوبيريور فيرمس. من تحت وبتنزل كتير في الامتحانات، من تحت في النص كده اهو، يعني اتنين على الناحيتين اهم، ادي واحدة وادي التانية، دي اسمها ايه؟ بتيجي كتير خالص السيريبيلر تونسلز، سيريبيلر تونسلز. تمام، يبقى السوبيريور فيرمس والسيريبيلر تونسلز. تمام، ده بالنسبة لعينات البرين والبرين ستيم. اخر حاجة هنشرحها الموديل بتاع البرين ستيم. ببساطة دي منطقة الانسولا، عشان نبقى فاهمين، دي منطقة الانسولا، حتة من الهيمسفير، من البرين هيمسفير، مش كله، ده حتة بس منطقة الانسولا، وشابك فيها البرين ستيم كله، باين معانا من فوق ادي الميد برين، وادي منطقة البونز، وادي منطقة المظلة اوبلونجاتا. تمام، طيب لو جينا دلوقتي نفتحه نبص عليه من جوه هنلاقي ايه؟ هنلاقي كده ادي منطقة الميد برين اهي، في الاول قبل ما نفتحه ادي دي منطقة الميد برين، باين فيها الاول هنا اهو، دول التو سيريبرال بيدانكل، ادي اهو الاثنين دول، دول الاثنين سيريبرال بيدانكل. تمام، طيب بعد كده من ورا باين برضو
الفور كوليكيولاي، اتنين سوبيريور واتنين انفيريور كوليكيولاس، ادي السوبيريور وادي الانفيريور كوليكيولاس. طيب نيجي نفتحه بقى، هيبان معانا مين دي؟ دي السريبرال اكويدكت بتاعت الميدبرين، الكنال اللي معديه في نص الميدبرين اسمها سريبرال اكويدكت. طيب لو جينا طلعنا لفوق، ده ايه؟ ده السلامس، وادي ده الهايبو سلامس. والسلامس من ورا بتعمل حاجه اسمها بلفينار نيوكلياي بتاعتها، او البلفينار بتاع السلامس، بلاش نيوكلياي، بنقول عليه البلفينار بتاع السلامس. يبقى سلامس هايبو سلامس البلفينار. ده ايه؟ ده هايبو سلاميك سلكس بين السلامس وبين الهايبو سلامس. الاصفر ده ايه؟ انتر سلاميك ادهيشن، انتر سلاميك ادهيشن. طيب دي ايه؟ دي الفورنيكس، وده الانتيريور كوميجر، دي اللامينا تيرمينالز، اللامينا تيرمينالز. اللي من ورا هنا ده البينيال بودي، فورنيكس انتيريور كوميجر لامينا تيرمينالز بينيال بودي. طيب بعد كده باين معانا من تحت هنا ده الماميلاري بودي، الماميلاري بودي تمام. طيب وهي مقفولة على بعض هنا، باين معانا ده الاوبتيك نيرف، الاوبتيك نيرف تمام. بعد كده احنا خدنا الميدبرين اللي معدي تحته هنا على طول من قدام، ده الاوكيولومونتور نيرف، واللي معدي من ورا ده التروكليار نيرف تمام. يبقى الاوكيولومونتور والتروكليار نيرف. طيب معانا بعد كده في الميد برين تاني، قلنا دي السوبيريور والانفيريور كوليكيولاس. السوبيريور كوليكيولاس بتتوصل باللاترال جينيكيوليت بودي اهو ده، والانفيريور كوليكيولاس بتتوصل بالميديال جينيكيوليت بودي اللي هو ده. يبقى السوبيريور بتتوصل باللاترال جينيكيوليت بودي، والانفيريور بتتوصل بالميديال جينيكيوليت بودي. السوبيريور مع اللاترال كانوا مسؤولين عن الفيجوال باسوي، والانفيريور مع الميديال كانوا مسؤولين عن الاودياتوري باسوي. طيب ده بالنسبه للميدبرين. نيجي ندخل بعد كده على البونز، منطقه البونز اهي باين فيها هنا في النص ده البازلر جروف اللي بيعدي فيه البازلر ارتري، باين فيها الترانسفيرس بونتاين فايبرز اهي. بعد كده على التو سايد منها دول دي الميدل سيريبيلر بيدانكل، الميدل سيريبيلر بيدانكل اللي بتوصل البونز بالسيريبيلا. بعد كده معانا ايه النرف اللي باينه معانا في منطقه البونز؟ ده نرف واحد اللي هو الترايجيمينال، بيبقى طالع باتنين روت كده، واحد سنسوري كبير واحد موتور صغير، ادي ده الترايجيمينال. الترايجيمينال ده رقم كام؟ 5. نيجي ننزل هنا ابديوسنت رقم 6. بعد كده دول 7 و8 الفيشيال والفيستيبيولو كوكليار تمام. يبقى ابديوسنت وفيشيال وفيستيبيولو كوكليار. طيب ده بالنسبة لمنطقة البونز. هندخل بعد كده على منطقة الميدالة أوبلونجاتا. زي ما احنا شرحنا على الفليش، في من قدام الانتيريور ميديان لونجيتيودينال فيشر، في بعد كده باين معانا هنا البيراميدز اهم، نطلع لبره تاني اوليف، نطلع لبره تاني انفيريور سيريبيلر بيدانكل، بيراميد اوليف انفيريور سيريبيلر بيدانكل. بعد كده في معانا هنا من ورا الجراسيل والكونيت، زي ما شفناهم برضو على الفلاش، جراسيل من جوه وكونيت من بره. طيب ايه النرف اللي معديه معانا؟ احنا وقفنا لحد نرف رقم كام؟ 8. بعد كده معانا هنا 9 10 11 و12 مع بعض، 9 اللي هو الجلوسوفارينجيا، 10 اللي هو الفيجاس،
11 و12 الاكسسوري والهايبوجلوسال. بعد كده امال اللي من تحت ده مين؟ ده الفيرست سيرفايكال نيرف. كده خلصنا الكرينيال ودخلنا على السباينال، فباين معانا الفيرست سيرفايكال نيرف. تمام. هنقول بعد كده بس اخر حاجه هنا في منطقه الانسولا، مين الارتري اللي معدي؟ شرحناه حتى في الفريش، في ارتري بيعدي عند الانسولا هنا، ده اللي هو مين؟ الميدل سيريبرال ارتري. الميدل سيريبرال ارتري. تمام. هنقول بس مره واحده النيرف على بعض عشان نبقى ميزناهم. اوبتيك نيرف، اوكيولو موتور، تروكليار من ورا، ترايجيمينال بالطرود، ابديوسنت 6، فيشيال وفيستيبيولو كوكليار 7 و8، 9 جلوسوفارينجيال، 10 فيجاس، 11 و12 اكسسوري وهايبوجلوسال، اخر واحد خالص الفيرست سيرفايكال ده تبع السباينال نيرف.